using mesh method. Find i1, i2, i3, vx and vy. أول خطوة كما اتفقنا determine المش currents. هو مديني i1 و i2 و i3 ومديني اتجاهات already established. Write or apply KVL equations. عندنا 3 meshes محتاجين 3 equations. الكويشن الأولانية اللي هي ل i1 ادي اتجاه اللوب، بخبط في الماينس الأول يبقى ماينس 10 زائد، دايما المقام أقول زائد بعدين اقول واحد ومن غير ما افكر اقول i1 واحتمال يكون ناقص حاجة، بس هنا مفيش الا i1 بس، وبعدين زائد 25 في i1 وبعدين اقول ماينس ايه؟ ماينس i2، ده i1 كده معايا و i2 ضدي، وبعدين زائد 50 من غير ما افكر i1 وماينس i3 يساوي 0. دي معادلة. المعادلة الثانية للمش 2، مفيش اي voltage sources، يبقى على طول اكتب التيارات مع المقاومات، يعني الفولت اللي موجود في المقاومة. عندنا ده 30 بس في i2، بعدين زائد 1 في i2 ماينس i3، ده بلس ده ماينس. طالما كلهم نفس الاتجاهات هتلاقي دايما وانت في المش التيار اللي في المش بلس والباقي او بوزيتيف والباقي نيجاتيف، ماينس i3 بعدين زائد 25 من غير ما افكر i2 ماينس i1 يساوي 0. المش الثالثة برضو ما فيش sources، يبقى أبدأ بالمقاومة اللي فيهاش غير التيار بتاع المش، فأقول كده 55 في i3 عشان أبدأ ببوزيتيف، بعدين بلس كله بلس 50 طالما كلهم في اتجاه واحد، i3 ماينس i1 بعدين بلس 1 i3 ماينس i2 يساوي 0. دي الخطوة رقم 2. الخطوة الثالثة اللي هي calculus solve the equations، دي ممكن تشوفها من زميلك لو انت calculus عندك مش قد كده، ولكن الموضوع سهل ونشيك عليه ونتأكد ان هو صح. نمسك المعادلة ونبسطها، نلم ال i1 من دي الاول اللي هو البوزيتيفز، ادي 1 مع 25 مع 50 يبقى 76 i1، ال i2 ماينس وال i3 ماينس ويساوي 10. ال i2 ماينس 25، ال i3 ماينس 50، ودي المعادلة رقم 1، ولسه في معادلة 2 ومعادلة 3 ونحلهم مع بعض. في المعادلة الثانية نلم الأول ال i2 أكتب هنا بلس وهنا ماينس وهنا ماينس يساوي 0. 30 31 56 يبقى 56 i2. ال i1 هتلاقي ماينس ايتم واحد بس اللي هو 25، وال i3 ماينس ايتم واحد بس اللي هو i3. المعادلة الثالثة هنا بلس وهنا ماينس وهنا ماينس. جميلة أوي الطريقة دي. ال i3 نلمها الأول البوزيتيفز 55 و50 105 106 i3 والباقي ماينس. ال i1 ماينس 50
وال i 3 ال i 2 بقى ماينس 1 i 2. هكتب 1 عشان وانا بحل الآلة اتأكد انا بدخل ايه. تعالوا نحل solving يديني i 1 يساوي كذا امبير، وال i 2 وال i 3 دول 3 unknowns مطلوبين، وبعدين مطلوب كمان ال Vx ومطلوب بالفولت وال Vy. لو واحد بقى جنبك سامع ولا حاجة، صاحبك كده جميل ولا حاجة، تفطره يديك القيم غير ما تتعب يعني. أي واحدة حل الآلة مود 5 2 3 معادلات في 3 مجال 76 مع ماينس 25 مع ماينس 50 مع 10 ماينس 25 56 وبعدين ماينس 1 معدل 3 ماينس 50 وماينس 1 106 و0 وبعدين اقول يساوي عشان اجيب الاي اكس. بس اتاكد الاول ان دخلناها كلها صح تاني. 76 ماينس 25 ماينس 50 وهنا 10 مظبوط. بعدين ماينس 25 و 56 وماينس 1 و 0 مش واضحة ان هي 0 ماينس 50 ماينس 50 وبعدين ماينس 1 106 و0 ان شاء الله كده صح. بوينت دبل 2 لا 2 دبل 4 9 فتبقى ارقام صغيره يعني بوينتس، يبقى حاول تاخد على الاقل 3 ديجيتس بس عشان ده 9 فخليته 4 ديجيتس. بوينت مثلا ده تريبل 1 و4 حلو تكتب 4 ديجيتس هنا. نفس الشيء خلينا نكتب 4 ديجيتس بوينت 1 1 دبل 6. طب الآلة كده نقول لها شكرا. بالنسبة لل VX، ال VX عبارة عن I1 واحد في I1 يعني بوينت 2 دبل 4 9. بالنسبة لل VY، الـ V عبارة عن I1 ناقص I2 في 25 I1 ماينس I1 ماينس I2 اللي هي بوينت تريبل 1 4 في 25 يساوي ثلاثة أربعة فولت. كده احنا خلصنا اللي هو عايزه، ولكن انا عندي حاجة اقولها لكم عشان نتأكد ان انت صح. في دبل تشيك هنعمله. اول حاجة نتشيك على الكي سي ال، هو هنا ماشي بوينت دبل بوينت 2 دبل 4 9 اللي هو داخل هنا كده. وهنا اي 2 اللي هو بوينت تريبل 1 4. طيب والحاجة التالتة اللي عارفينها بوينت دبل 1 6 6 اللي هو ده بوينت دبل 1 6 6 اللي هو نفس الشيء هنا. انا عايز احسب وهنا في قلنا بوينت تريبل 1 4 عايز احسب ده من هنا مرة ومن هنا مرة
مثلا ده من هنا مرة ومن هنا مرة عشان أتأكد إن إحنا صح. هنا نفس الشيء ده 0.2449 داخل شوية دول، يبقى لازم هنا يدخل كام؟ الباقي هو 0.2449 minus 0.1166، فلازم يجي هنا 0.1283. حسبتها من هنا، لازم احسبها من فوق كمان. طيب هنا داخل 0.1114 وطالع اكتر شوية، ف 0.1166 ناقص 0.1114، فالشوية دول حاجة صغيرة اوي لازم تدخل هنا، ده داخل فلازم يدخل ده هنا حاجة يعني 0.0026 اللي هو ده. طب نحسب بس الأول هنا بوينت ناقص 0.114، ده داخل ده طالع، يبقى هنا هيكون 0.1335. لما يدخل هنا 0.1335 وده طالع 0.1283، يبقى لازم ده زائد ده يساوي ده، أو أقول ده ناقص 0.1283 لازم يطلع ده اللي هو، عشان أرقام صغيرة ممكن يعني يفرق في البوينت قوي، 0.1335 ناقص 0.1283، ف 0.005 هو ده 0.002، يمكن 0.1166 ناقص 0.1114، والله صح 0.1 و 0.0052 ده بالظبط. يعني كده احنا الكي سي ال ظبط معانا، هنا ظبط وهنا ظبط وهنا ظبط وهنا ظبط. طيب نتأكد كمان من حاجة ظريفة، البي delivered والبي dissipated، تاخد درجة كاملة في الامتحان تقريبا يعني، في ناس لا انا بس انجح وخلاص، او بتدخل هندسة بقى عايز درجة كاملة بعد سنتين تلاتة كده بس يلا انا عدي يعني. البي delivered مفيش الا الباتري، والباتري البوزيتيف اهو طالع معاه اي واحد، يعني 0.2449 في 10 يعني 2449، ممتاز. شوية دول لازم يتحرقوا في الواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ريزيستورز، الله يعيننا. طبعا مفترض نفس الرقم بالظبط، طلع فرق بسيط مش مشكلة. الواحد امبير فيها تيار اي واحد، ف 0.2449 تربيع ضرب واحد، ادي اول ريزيستور. الريزيستور ده ماشي فيه قلنا 0.1335 سكوير تايمز 25، وهنا زائد 50 ضرب 0.1283 سكوير، كده خلصنا التلاتة دول، زائد هنا واحد ضرب 0.0052 سكوير، زائد 30 ضرب هنا 0.1414 سكوير، زائد اخر واحدة 55 في 0.1166 تربيع. لو دوست يساوي وطلع رقم ده او قريب منه يعني 2.44 مثلا زيرو مش مشكلة، 2.4 والله هسه بالظبط 2.441، فحاجة جميلة مش وحش 2.44 1، فيعني almost same، فا اوكي. من لم يتحمل مرارة البدايات لن يحظى بحلاوة النهايات، احنا تحملنا في هندسة مرارة البدايات ومرارة النهايات، طبعا ده باقي الجامعات الأخرى يعني. يبقى الاتنين دول بيشاكلنا أنا صح، والكي سي ال كان بيشاكل أنت صح.